ضميرنا الحي اتجاه قضية القدس والمرابطين على أرض القدس. أعتقد أن القدس ما زال في كتبنا وضمائرنا موجودة، ونحن إذ تعبر بهذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا تأكيد على القدس الشريف. هو تحت الوصايا الهاشمية. القدس الشريف هو مصدر رسول الله، وهو غاية له في تقسيم هذا المسجد. ولمن لا يعرف سنقول ماذا يحدث. الكيان الصهيوني، يا من تستمعون، الكيان الصهيوني يسعى إلى تقسيم دخول المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، ما يعني أنه سيكون هنا قيام المسلمين وريان لهم. هذا ما بدأت عليه انتفاضة القدس. لكن الرسالة التي نود أن نوصلها إلى الكيان الصهيوني الخاص هي: نحن الأردنيون لم نتنازل عن المسجد الأقصى الشريف، لم نتنازل عن مصر نبينا. نحن الأردنيون ملتزمون أمام كل المسلمين وأمام كل العالم بحماية المصايا الهاشمية. ومن لا يعرف دور بني هاشم في حماية هذا المسجد الأقصى المبارك هو بالعودة إلى ما تم الحديث عنه في البرلمان الأوروبي الذي اعترف ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن ينكر طول بني هاشم وجلالة الملك عبد الله الثاني في حماية القدس والأقصى. وما يجعلني أستمر في الحديث ومن يقف على الجهة الأخرى وهو أعتقد أنه مهتم، أعتقد أن شبابنا ومن تم دعوتهم إلى هذا اللقاء هو مهتم بالتأكيد على حماية الوصايا الهاشمية. من لا يعرف الوصايا الهاشمية هي التالي: بنو هاشم مسؤوليتهم حماية الأقصى. وقال جلالة قبل هذه المرة أن القدس والوصايا خط أحمر. نحن الأردنيون مسؤولون أمام الله وأمام ضميرنا. ما نشاهد الشريف أصبحت الآن كل بيت في قنوات فضائية يشاهد ما يجري في القدس الشريف. نحن ضمائرنا لا تقبل إلا أن نقول للكيان الصهيوني الناصر: لن نسمح لك لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد بأن نتنازل عن القدس الشريف بدون أن تقصد. نحن الأردنيون أصحاب رسالة، ويشهد لنا اللمعين وباب الله والقدس الشريف. تشهد لنا 48 والسبعة والعشرين. نحن الأردنيون مواقفنا التاريخية ليست ولادة اليوم. الأردنيون ملتزمون يا سادة بموقفهم الوطن الشريف سأستمر لعل الله يغير ما في الضمائر ليقف وقفة احتجاجية اتجاه ما يجب. قتل إلى غاية البارحة واستشهد بمفهوم الدين، واستشهد بمفهوم الإبرام إعلان الغربي هو قتل. استشهد مئات من الفلسطينيين. هناك العديد من عمليات الطعن تجري في القدس الشريف. أعتقد بضمير كل أردني أن الأردن ملتزم وسيبقى ملتزم اتجاه كل القضايا القومية والوطنية. نحن الأردنيون كنا وما زلنا من شتى منافذنا ووصولنا هذا الأردن بلد المعاناة.
القضية الفلسطينية المعترف بها من كل العالم. أعتقد أن اليهود سيكون سعداء وأسعد الناس عندما يجدوا أن ما يجري في القدس الشريف ما هو شيء يعني العرب يعني المسلمين. يقبل الأخ يعني في القدس الشريف ولا يحقق راتب على المستوى الشعبي. المستوى الرسمي هناك ثلاث نقاط. الأولى أرسلت إدارة الملك قرار إلى مجلس الأمن للتنفيذ واعتبر الاعتداء باللغة الدبلوماسية اعتداء وحشي. هذا الأول. الثاني هدد بإطلاق اتفاقية وادي عربة إن مس الأقصى شيء بلا يتعلق بتقسيم الزمان والمكان. ثالثا الوقت على المستوى الدبلوماسي على قاعدة سيئة جدا مع الكيان الصهيوني. على المستوى الشعبي نعبر عن اقصى درجات الكراهيه اتجاه هذا التيار الفاسد لاهلنا وارضنا واخوتنا واشقائنا. الدماء الان مختلطه. لا يقول ان فلسطين لنا فلسطين. فلسطين لنا نحن الاردنيين حتى تتحرر. فلسطين تعنينا كما تعني وابن رام الله ونابلس والخليل وحيفا وغزه. دماء عربيه تسير كل صباح ومساء في القدس الشريف. يتطلب منا وقفه على الاقل احتجاجيه. اعتقد لا شيء يدير الخوف او التشكيل. الدوله وهي أنتم الشعب. هذه الحركة الشعبية إن كانت خجولة لا يعي، إن كانت مستحية لا يعي، لكن لا يعي علينا أن نبقى صامتين أنا وكل من هو هنا. لن نلتزم الصمت. سننكت ونستنكت ونشجب ونعقم بكل الوسائل التعبير ضمن قانون الدولة وضمن حقوق الكبار الأردن وحريات. القدس الشريف هي لنا جميعا. على من يسمع أخاطب ضمائركم الحية. أخاطب هذه القومية التي لم ولم تستطع ارتفاع القدس. الذي يستمع لما نقول التالي. نحن شباب قضاء الخالدين في محافظة الوفرة على أطراف الأردن نستنكر نشجب بأقصى درجات التعبير ما يجري في القدس الشريف. ما يجري من قتل متعمد للنساء الفلسطينيات في القدس الشريف. قتلت قبل يومين امرأة والشرف العربي لا زال يشاور نفسه ماذا سنفعل. يا صديقي ليس المطلوب ان تتعرض على المستوى الرسمي. انتم كشعوب يجب ان نعبر بلغه التعبير الشعبيه المسموحه لنا. راس الدوله راس الاردن جلاله الملك يقول القدس عربيه. نحن كأردنيين بمبدأ المواطنة ومبدأ حرية التعبير نقول التالي. القدس عربية والقدس ستبقى عربية. ونحن إذ نلتزم أمام الله وأمام ضمائرنا اتجاه ما يجري في القدس الشريف هو شيء غير مقبول أبدا. ولا يمكن لنا أن نتحمل ما يجري في القدس الشريف. نحن على وعي مطلق بدور الدولة ونحن على وعي مطلق بحماية وطننا الأردن من أي فتن ومن أي مسائل. لكن الأردنيين عقلاء وعلى مستوى ودرجة عالية من الوعي.
نحن الأردنيين إذ نعبر نقول أننا نلتزم أمام الله وأمام الناس وأمام العالم بأن تبقى القدس عربية هاشمية من عبد الله الأول إلى عبد الله الثاني ستبقى تحت الوصاية الهاشمية. نحن الأردنيين أنا مستمر في الحديث لغاية ما يأتي شخص ويأخذ الميكروفون ويستمر في الحديث عنه. نحن دعونا إلى هذه الدعوة الاحتجاجية والله يعلم ما في صدورنا. نقول أننا لم نقبل ما يجري في القدس الشريف. لم ولم نقبل ما يتم الاعتداء عليه من قتل إخواننا وأشقائنا في القدس الشريف. يا سادة القدس هي من صهاينة شيء أساسي في قسم العرب المسلم. ونحن ما كنا بيوم إلا في المرصاد على المستوى الشعبي. نحن نعلم ما يجري في القدس. نرسل رسائلنا إلى المرابطين في القدس إلى كل أبواب القدس. نحن معكم ملتزمين بعهد قطعه الآباء والأجداد. ملتزمين بأن نحافظ على هذه الوصايا. نحن كتبنا هنا القدس والمقدسات هي تحت الوصايا الهاشمية. وهذه الوصايا هي خط أحمر. خط أحمر لنا نحن الأردنيين. نحن الأردنيين أعيد لمن لا يسمع ولم يسمع ولم يريد أن يسمع. ملتزمين اتجاه أشقائنا في فلسطين كل فلسطين التاريخية وليس على موقف غزة دمرت القدس تقتل وتقتل النساء والرجال. هذه الرسالة أعتقد لها مضامين مهمة جدا عند الكيان الصهيوني وهي أننا نحن في القرى والبوادي والأرياف لن ولن نتنازل عن الدفاع عن القدس الشريف.